نروح لارض الملعب مع زميلنا فاروق صلاح ومعاه الكابتن علاء نبيل المدير او مدير قطاع الناشئين لنادي زد. اتفضل يا فاروق. تحياتنا للكابتن علاء طبعا. من جديد بجد تحيه بيك يا كابتن اسامه، وبجد التحيه بالكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء واحد من ابرز واهم الاسماء في تاريخ كره القدم المصريه، الكابتن علاء نبيل، القيمه والقامه الكبيره ومدير قطاع الناشئين بنادي زد لفتره مؤثره وفتره قصيره جدا. اصبح قطاع الناشئين في نادي زد واحد من الاسماء الرنانه في قطاعات الناشئين. كابتن علاء برحب بيك، تحيات كابتن اسامه حسني، تحيات الكابتن حشيش، الدكتور احمد ثابت. في فتره بسيطه وقصيره اصبح زد واحد من القطاعات اللي بيشار لها في كره القدم المصريه. اولا طبعا بجد ترحابي بكابتن اسامه وكابتن حشيش ضيوف الكرام والدكتور احمد ثابت. واحنا طبعا في البدايه اللي احنا حقيقه احنا سعداء، احنا جايين النادي الاهلي، مباراه النادي الاهلي بالنسبه لنا بالرغم من المنافسه والشريفه اللي موجوده اللي احنا بنبقى حاسين فعلا جايين بيتنا من الاستقبال ومن الترحاب. فاحنا النهارده في انا بعتبر ان انا جاي في مباراه حقيقه قويه، انا بقولها صراحه، من البطوله الاولى في بطولات الجمهوريه. البطوله الاولى هي بطوله 2005، من قوتها من الاسماء من قوه المنافسه، في فرق كثيره جدا عندها فرق كويسه، لكن طبعا احنا فرقتين يعني على الواقع فرقتين قوي. يعني انا من الناس الاوائل في مصر اللي احنا لغينا 2006 وعملنا دخلنا ب 2005، والنادي الاهلي نفس الكلام. فانت النهارده عندك ميكس من ال 2006 المميزين و2005، والنادي الاهلي كان عنده فرقه 2006 قويه جدا وعنده خمسه قويه جدا. فاعتقد ان احنا النهارده انا جاي اتمتع بمباراه تليق بقوه المسابقه وباللعيبه اللي موجوده. ما ينفعش تكون معايا، ويعني خلاص الحكام ابتدت تنزل، بس ما ينفعش حضرتك تكون معانا وما اسالكش على اختيارات المنتخبات والتشكيلات. واعتقد يعني وجود الاسماء الشباب للمنتخبات الشباب اعتقد نقطه مهمه جدا يا كابتن علاء. انا وانا داخل هنا قابلت الكابتن وارشيتوس، باركت له وقلت له ربنا يكرمك، وقلت له انت معاك احلى جيل في مصر، جيل 2005، واديته كده كام معلومه حلوه كده قلت له يبعد عن ايه ويخلي باله من ايه، وان شاء الله ربنا يوفقهم، لان فعلا احنا محتاجين المرحله اللي جايه دي. عندنا كنز اسمه ناشئين، عايزين فعلا الناس اللي تطلع الناس دي على الساحه، لان فعلا احنا نفتقد المواهب اللي هي كانت كتيره قوي. عندنا مواهب بس مش بالكثره اللي هي كانت موجوده في الفتره السابقه. كابتن اسامه حسني يعني بيشيد بنقطه الاستعانه بالمدربين الاجانب في القطاعات الناشئين خاصه في نادي زد، والفكره دي بتطبق في نادي زد النهارده مدير فني اجنبي. النقطه دي والمدى تاثيرها على القطاعات الناشئين شايفها ازاي يا كابتن علاء؟ والله احنا بص حضرتك، احنا بنجيب المراحل السنيه اللي احنا محتاجين فعلا فيها مدرب اجنبي، بنستطيع ان احنا نجيب مدرب بيفيد المكان بيفيد الفرقه. انا عندي اربع مدربين اجانب مواليد 2003 و5 و7 و8. عندي مخطط احمال انجليزي من استون فيلا اسمه كاميرون. عندي مدارس مختلفه، مدارس اسبانيه، مدارس انجليزيه، مدارس المانيه. فيعني على اساس برضو ايه، انت النهارده بتتدرب على مدرسه مثلا المانيه، خلاص بتاخد المدرسه الالمانيه بتطلع على مدرسه مختلفه، مدرسه انجليزيه. فالمدارس المختلفه دي بالنسبه مفيش بقى المدرب اللي بيقعد مع الفرقه خمس ست سنين، لا 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 لا، انت بتاخد من هنا وتروح رايح على مدرسه ثانيه، بحيث ان احنا في اقرب وقت ممكن اللي احنا نبقى عندنا لعيبه عندها دمج من المدارس المختلفه، وبيظهر طبعا الكلام ده في الملعب. احنا بنشكرك يا كابتن علاء، ونسيب الجماهير بقى تستمتع بالمباراه. زي ما قلت مباراه قمه ان شاء الله، يعني نتمنى مباراه تخرج في اطار الرياضيه اللي متعودين عليه دايما من المفارقين. يا رب يا رب، والف تحيه للجمال الموجوده في الاستوديو. الله يخليك، اتفضل. كابتن اسامه، ده كان لقاءنا طبعا مع كابتننا الكبير الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بفريق زد. خلينا اقول لك ان الكابتن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 موجود النهارده ويتابع هذه المباراه وهذا اللقاء. نتمنى مباراه تخرج في اطار الروح الرياضيه ويستمتع بها كل من يتابع ويشاهد هذه المباراه من خلال قناه النادي الاهلي. عوده من جديد للكابتن اسامه حسني. اشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا، متالق كالعاده.